أقامت جامعة الأزهر حفل تخريج الفوج الثالث والعشرين لطالبات كلية الصيدلة الفوج الثاني لعام 2020، البالغ عددهن 55 طالبة، بعد أيام من تخريج عشرات الطالبات في مبنى الجامعة الجديد جنوب غزة في الفوج الأول، لتثبت الجامعة عزمها على الاستمرار بالإنجاز رغم كل الظروف. الجامعة ولدت عملاقة وستبقى عملاقة بإذن الله، وسوف نهدي هذا النشاط وهذا النجاح إلى روح مؤسسها الشهيد الرمز القائد أبو عمار رحمه الله، ونبرق بالتحية إلى راعي جامعتنا الرئيس أبو مازن حفظه الله. كلية الصيدلة بجامعة الأزهر حققت عدداً من الإنجازات الكبيرة على عدة مستويات، وأبدعت في تخريج طلبة كان لهم دور كبير في رفعة الوضع الصحي داخل الوطن وخارجه، فلا عجب إذن أن تستمر في مسيرة عطائها. درجات علمية السنة هذه كان عدد الخريجين حوالي 250 خريج. تخرج في الحفل الكبير في المغراقة حوالي 180 طالب أو 170 طالب، بقي في 50 أو 60 طالب رغبوا إنهم يحتفلوا في تخرجهم بشكل مميز وشكل خاص. حفل التخرج كان مزدانا ببهجة ذوي الطالبات الذين بدت السعادة على محياهم وهم يشهدون هذه اللحظات الجميلة بعد مشوار طويل من التعب والاجتهاد، بهجة نبعت من فرحة بناتهم الخريجات. الحمد لله، شعور لا يوصف، شعور النجاح، شعور لا يوصف، فرحة لا يمكن وصفها. الحمد لله أنه ربنا من علينا بهذا التفوق والنجاح بعد 5 سنين من التعب والجهد. الحمد لله. جامعة الأزهر طبعا جامعة عريقة، هي جامعة الشهيد ياسر عرفات، أكيد بنقدم لها كل الشكر لأنها كان لها دور أساسي في وجودنا معاها، وفي النهاية جامعة الأزهر هنا يزهر الأمل. يتخرج هؤلاء الطلبة ليكونوا عماد الوطن مستقبلاً، وليتبوأوا دوراً فاعلاً في نهضة العلم وإنجاز الكفاءات لوطن يحتاجهم علماً وعملاً. من غزة، نور أبو شباب، تلفزيون فلسطين.